قد لا يكونون على اتصال بالواقع. مهاراتهم لا تتماشى مع ما يتطلعون إليه. توقيتهم يضعهم في المصاعب دائما. ولكن في عالم مليء بالواسطة والتكنولوجيا، قول لا ليس له موقع من الإعراب. أربعة أصدقاء، حلم واحد. وإذا فيهم خير يهككونا. يوسف، مروان، رامي، أحمد، برا. Hey honey. Oh, hi mom. Hi dad. تقريبا تشاهدونه قريبا في دور العرض اللي تحلمون فيها.